حقيقة أن المجتمع السعودي مستهدف لأنه م. شديد التمسك بالقيم والمبادئ والتقاليد الرفيعة المجتمع السعودي لا زال متمسك بالقيم والمبادئ وهذه القيم والمبادئ تؤرقهم م. فهم يعملون على استهداف المجتمع السعودي م. لذلك يجب أن نعمل من داخل على التحصين على السورة الحصين بالعلم بالمعرفة بالثقة بالتواصل بخلق فرد قوي من العائلة يعني المراهق لغم في العائلة فإذا تم التعامل معه بحرفية سوف ننجو بإذن الله